لسه مكملين معاكم نهار جديد على نهار وان والنهار اليوم، وكتير جدا بنسمع عن رحلات الفضاء اللي هو انا عايز اطلع للفضاء علشان اشوف بقى ايه اللي بيحصل في الفضاء والكواكب الاخرى وكل الكلام ده كله. سمعنا عن الفلوس اللي ممكن تكلفها وانت رايح رحله الفضاء، لكن هل في ناس طلعت في ناس ما طلعتش؟ الكلام كتير قوي على الموضوع، واروح اعمل ايه اصلا في الفضاء؟ احنا منورنا دلوقتي الحقيقة هو عنده ألقاب كتيرة جدا ممكن ياخدها، بس خلينا نقول كده الرحالة والمغامر المصري عمر سمرة. صباح الفل عليك. صباح الفل عمر. مؤخرا يعني بعد حاجات كتيرة جدا هنتكلم عنها برضو في الشوية اللي جايين، بس عمر مؤخرا اجتاز يعني برنامج تدريبي اسمه بوسم لعلوم الفضاء، والمفروض ان هو جاهز لرحلة الفضاء. هو هيعرفنا اكتر بقى الموضوع ده، وهنرجع كمان على الحاجات القديمة والبطولات القديمة اللي عملها عمر سمرة. فعايزين نصبح عليك مرة تانية. صباح الفل. صباح الفل. الاول بقى من الاخر كده اللي هي الحتة الاخرانية، برنامج بوسم لعلوم الفضاء ايه هو وايه المفروض؟ لان انا المعلومات ان انت كنت كسبت رحلة، كانت شركة من شركات الإعلانات عاملة رحلة للفضاء في 2013، والمفروض ان انت كنت تسافر، وكنت انت خلاص خدت التدريبات مع مجموعة كبيرة جدا، واختاروك انت المصري اللي مشارك ان هو يسافر للفضاء وهترفع علم مصر في الفضاء. احكي لي بقى من اول ده لغاية دلوقتي بالنسبة لمجال الفضاء. تمام. هو حلم الفضاء ابتدى من انا طفل، يعني قبل الجبال وقبل القصة دي كلها، يعني زي اطفال كتير. بس طبعا ان مصر ما عندهاش وكاله فضاء ده معناه ان الموضوع صعب جدا بالنسبه للمصريين، لان معظم وكالات الفضاء لازم تكون من البلد نفسها باستثناء يعني وكالتين ثلاثه زي المانيا وهولندا وحاجات زي كده. حلو. فالموضوع كان مقفول علينا كمصريين لفتره طويله. في سنه 2013 زي ما انت قلت اتطرحت مسابقه على مدة 8 9 شهور، كان في 3 مراحل. في النهايه فزت بالموضوع ده. التكنولوجيا اللي احنا هنستخدمها عشان نطلع الفضاء، عشان كل الناس بتقول طب الموضوع واخد وقت طويل كده ليه، طب ما نطلع الفضاء من لان هي كانت المسابقه بتقول ان انتوا المفروض هتطلعوا في 2014 يعني 14 بعدين 15 بعدين الموضوع بيتاجل، كل شويه تاجيل. فالتكنولوجيا اللي احنا طلعنا بيها الفضاء قبل كده اللي هي الصواريخ واللي هو الشاتلز اللي هي المركبات اللي هي شكلها قريب شويه من الطيارات، بتطلع وبتنزل زي من مطار عادي، دول بيكلفوا مئات ملايين الدولارات عشان يتبنوا، وبعد ما بيرجعوا تاني الارض يا اما بيتدمروا جزء كبير في الفضاء. لما بيرجعوا ويخشوا غلاف الارض تاني بيحصل برضو يعني نسبه اهلاك، يعني ما بيقدرش ان هو لازم يدفع عشرات ملايين الدولارات تاني عشان تطلع تاني. بالزبط. التكنولوجيا الجديده هتسمح لمركبه فضاء انها تطلع الفضاء وترجع، وفي خلال 3 ساعات تبقى مجهزه تاني انها تطلع تاني، وممكن تعمل اكتر من 3 4 رحلات في اليوم الواحد. وهو ده المقصود بقى من رحلات السياحه بعد كده، بس رحلات السياحه برضو العلوم، لان الطيارات دي هتطلع اقمار صناعيه، هتطلع يعني تجارب علميه معينه في مجالات مختلفه ممكن انها تتعمل. انت بتحاول تعمل تجارب في اللا جاذبيه، دي فكره ان واحد يطلع يعمل اكسبيرمنت او يطلع يعمل حاجه علميه في الفضاء. دي يعني دي زي مناخ مش موجود على الارض، فبالتالي العلماء بيبقوا عاوزين ان هم يعملوا ده، لكن ده مش متواجد على الارض خالص. فطبعا تكلفته بتبقى عاليه. فلما لما بتبقى بتخلي المركبه نفسها ممكن يعاد استخدامها مره واثنين وثلاثه وعشره، انت كده بتقلل تكلفه السفر للفضاء ب 100 او ممكن حتى حد 1000 ضعف. ونقدر نقول ان ده سبب من الاسباب الرئيسيه اللي مأخرنا لغايه دلوقتي، او مأخر الرحله بتاعتك للفضاء لغايه دلوقتي. لان هم لازم ان هم بعد ما حتى يعني يكونوا المكوك ويتبني ويبقى كل حاجه خلصانه، كميه التجارب والامتحانات اللي بتتعمل على الطيارين وعلى المركبه نفسها يعني بتبقى 100 وحتى 1000 مره، علشان بقى عوامل الامان للموضوع. ان انت يعني طبعا نكون ضامنين ان شاء الله، ان شاء الله رجعكم بالسلامه مره تانية وتكونوا امنين يعني فوق. طيب برنامج بوسم بقى هو ده اللي انت بتتكلم عنه، هو مرحله التكنولوجي، ان احنا ازاي نطور التكنولوجي بتاعه المكوك، ولا كان شامل حاجات تانية؟ لا ده حاجه تانية. التكنولوجي اللي انا كنت بتكلم عليها دي حاجه اللي مأخره الرحله. اللي مأخره الرحله ودي يعني دلوقتي المسابقه كانت حاجه، دلوقتي انا علاقتي مع المؤسسه اللي في امريكا اللي بتبني المكوك ده، واحنا يعني معاهم في كونتاكت طول الوقت، هنشوف يعني بنشوف هم وصلوا لايه علشان وصلوا لايه وهنطلع امتى وكلام من ده. برنامج بوسم حاجه مختلفه، ده كان اجتهاد من عندي ان انا بحاول ان انا رحله الفضاء بتاعتي ما اكونش مجرد ان انا الحلم بقى بتاعي، ان انا طالع يعني وطالع وهقضي فتره هناك يعني اكيد الاكسبيرينس نفسه او التجربه ان انا اروح الفضاء وارجع في نفسها في حد ذاتها حاجه.
لكن ازاي ان ممكن الرحله تكون اكتر من كده، ان يكون ليها مردود تاني، يكون اللي هو من الاخر يعني انت مش رايح الرحله دي عشان تتفسح وترجع مره تانية وخلاص، انت عايز تستفيد من الرحله دي بشكل اكبر على قد ما تقدر. فابتديت بقى من اول ديسمبر 2013 ابتديت اجتهد واشوف ايه ازاي ممكن يعني اثقف نفسي اكتر عن الفضاء واتعلم اكتر عن الموضوع ده. فابتديت اشوف ايه الفرص الموجوده. احدى الفرص دي كانت برنامج فوسم، اللي هو هو برنامج علمي بحث بيدرس غلاف الكره الارضيه العلوي في انواع من السحاب النادره اسمها نوكت لوسن كلاوز. مش عايز اخش في تفاصيل قوي لان هو موضوع علمي زياده، بس الفكره كلها ان انواع السحاب دي ابتدت تبان في اخر 100 سنه بس في التاريخ يعني، وبتظهر في الصيف وبتظهر جنب القطبين. الناس اكتشفت ان هي لو تقدر تدرس السحاب ده كويس وتقدر انها تعرف التغيرات الصغيره اللي فيه، هنقدر نعرف حاجات جديده وحاجات مهمه عن التغيرات المناخيه في كوكب الارض. من فترة صغيرة بيرني ساندرز الواحد المرشحين لرئاسة أمريكا لما تسأل سؤال إيه أكبر مشكلة أو أكبر خطر بيواجه الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله، هو تكلم على climate change اللي هو التغيرات المناخية اللي بتحصل للأرض. فإحنا لازم ندرس ده عشان إحنا لو ما يعني ما تصرفناش صح في المجال ده ممكن يكون مصيرنا زي كواكب تانية كتير شفناها. إحنا مثلا بنبص على المريخ وبنشوف إن هو قريب جدا من الارض في حاجات كتير. اكتشفنا ميه على المريخ دلوقتي، اكتشفنا ان في مجاري كتير جدا ممكن يكون كان فيها انهار في يوم من الايام، لكن المريخ ما عندوش غلاف زي غلاف الكره الارضيه بيحميه. فاي حد على المريخ بيبقى تحت اللي بيسموها الريديشن، مش عارف المصطلح الاشعاع اللي هي الاشعاعات المضره اللي هو يعني ممكن الجسم نفسه ما يتحملهاش لفتره طويله. فعايزين نفهم ايه اللي حصل للمريخ اللي وصل للمريخ، ازاي احنا ممكن نتجنب المشاكل دي. يعني معظم الناس بتفكر في سفر المريخ، هو الفكره مش ان احنا نروح نستوطن المريخ، ده ممكن يكون فكره سنويه او يعني ممكن غرض ثالث للموضوع، لكن اول حاجه نعرف هو ايه اللي وصل المريخ لان نتعلم حاجات في الكوكب ده تفيدنا ان احنا نتجنب اخطاء على الارض. طيب عمر سمره بقى كان عنده حلم ان هو صغير ان هو يطلع الفضاء، اشتغل على ده 1 2 3 لغايه لما وصل ان هو بقى درس البرنامج بشكل كامل، برنامج بوسهم لعلوم الفضاء، غير وقبليها كنت اشتركت في مسابقه. يعني واضح ان ده كان حلم انت عمال بتكمله واحد ورا الثاني، وده كان السبب اللي خلاك بتهيألي لفيت العالم، وكان كمان كنت اول عربي طلع قمه ايفرست في 2013. كنت اول مصري واصغر عربي في الوقت، اول مصري واصغر عربي يعني معلومه بالظبط اهي، وطلع تسلقت قمه ايفرست وكنت موجود عليها. انت ليه بتحب ده؟ يعني انت هل انت بطبيعتك شخص مغامر بتحب المغامره، ولا انت كنت من الاول محدد ان انا لا انا الهدف الاساسي هو الفضاء بس خليني اخلص كده موضوع الجبال ده اللي اتكعبلت فيه يعني. هو كان كنت انا اول مره رحت فيها الجبال واول مره شفت فيها تل، كان عندي 16 سنه كنت وقتها. يعني الوقت ده ما كنتش اعرف اي شيء عن الموضوع ده، كنت اعرف ان ايفرست اعلى جبل في العالم بس ما عنديش اي خلفيه تانية عن اي حاجه. بس اول مره صراحه رحت الجبال وخطيت فيها، وقعت في حب الطبيعه وحب الجبال والتجربه نفسها اللي انا مريت بيها. الانسان بيعيش حياته كلها معظم حياته بتكون نمطيه عشان الحياه فيها تكرار كتير وفيها وبالذات الحياه المدنيه. بنلاقي ان احنا بنعيش حياتنا كلها وفعلا ما بنقدرش نعرف مدى امكانياتنا كفرد كبشر من الناحيه النفسيه من الناحيه البدنيه. لكن لما واحد بيتحط في موقف او يعني تجارب زي تسلق الجبال زي الكلام ده بيمتحن بشده، بس هي كانت تجربه صعبه وبيزق نفسه. ما هي صعبه بس هي بس بيتعلم، عشان هي صعبه جدا الانسان بيتعلم حاجات كتير جدا عن نفسه، بيتعلم حاجات كتير جدا على الطبيعه اللي حواليه، والحاجات اللي بيكتسبها من التجربه دي مش مجرد بتفيده على الجبل او كده، بتفيده فعلا في حياته العمليه. يعني انا طبعا مش موصل الجبال محترف، لان يعني ما بتقضاش اجر عشان اعمل الموضوع ده. حياتي العاديه ان انا عندي شركه وعندي بشتغل في مجال معين، بس استفدت كتير جدا من التجارب دي في حياتي. والموضوع طبعا ما وقفش عند ايفرست بالظبط، انت كملت بقى. ايوه بالظبط، اللي هم اعلى جبل في كل قاره. وبعدين وصلت كنت اول مصري يوصل للقطب الشمالي والقطب الجنوبي. احس ان انت عندك تحديات كده اللي هو 1 2 3 انا عايز اخلص ده بعد كده ادخل على ده. يعني انا مش عارف هو في حاجه بعد الفضاء ولا في دايما في دايما في في يعني ايه بعد الفضاء؟ هو حياتي مجموعه من التحديات، حاجات انا حطيتها لنفسي وحاجات طبعا الدنيا بترميها بالظبط للواحد، تلاقيها قدامك في وشك فانت لازم تعديها وتجتازها. يعني ابتدى الموضوع ان انا من اول ما كان عندي 11 سنه جالي رعب وحاجات جدا، ما كنتش بعرف ان انا يعني اجري خالص او اتحرك خالص، وكنت حتى ما اعرفش اخد نفسي في وسط الليل وكلام من ده. وكان بالنسبه لي انا كطفل صغير ايه اكتر حاجه ممكن اعملها تثبت لنفسي ان انا اجتاز الربو ده والمحنه اللي انا فيها دي، هي ان انا اطلع اعلى جبل في العالم اللي هو تقريبا ما فيهوش اكسجين خالص.
فده حاجه كنت بعملها لنفسي وانا صغير على اساس ان انا يعني اثبت لنفسي حاجه واكتسب حاجه. مع الوقت بتبتدي ان انت تحقق ذاتك وتبتدي تعمل حاجات زي كده، بتبتدي تفكر ازاي ممكن استخدم بقى التجارب دي ان انا مثلا ممكن افيد المجتمع او افيد غيري، او ان انا او حتى ان انا اكون من خلال التجربه دي ممكن مثلا شركه او مؤسسه او حاجه تبقى مش مجرد الموضوع. طب انت في دراستك الاولى ما فكرت احنا بتهيالي ما عندناش اي حاجه ليها علاقه بالفضاء من قريب او من بعيد، وما فيش غير بتهيالي في برنامج هندسه فضاء بس في جامعه عين شمس يعني ما تهيليش ان في، طبعا ممكن اكون غلطان بس ما اعتقدش ان في طبعا هندسه طيران وكده بس ما اعتقدش في جامعات تانية حاجه ليها علاقه بعلوم الفضاء اعتقد، بس ما فيش حاجه مركزه قوي في المجال ده، ما فيش اهتمام بالموضوع ده. وطبعا الناس عندنا بيتخرجوا من المجال ده يعني معظم يمكن الفرص الوحيده ان حد يشتغل مع مصر الطيران كمهندس مثلا طيران او طيار لو هو بيشتغل في يعني لو هو ركز في مجال الطيران نفسه، لكن معظم الناس دي بتضطر انها تسافر. وكان في فعلا واحد من الناس اللي معايا في برنامج بوسم اللي هو احمد فريد غير اكرم، في اكرم امين وفي عبد الرؤوف الوقاد دول المصريين اللي موجودين في برنامج بوسم وعندهم اهتمام بمجال الفضاء، وفي غيرهم طبعا بس انا بتكلم على اللي بيشتغلوا في بوسم. احمد فريد مثلا بقاله 6 سنين بيشتغل في وكاله الفضاء الالمانيه وطبعا في ناس كتير جدا في مصر ما تعرفش عنه لانه بقاله بيشتغل 6 سنين في المجال ده وده برضو نموذج لحد عاوز يشتغل في المجال ده لكن ما لقاش فرصه في مصر لان ما عندناش وكاله فضاء، ما عندناش اهتمام بالمجال ده في الوقت الحالي، يعني سافر لألمانيا وبيشتغل على حاجات متقدمة جدا. طب انت مش حاسس من خلال التجربة اللي انت في برنامج بوسم وقبليها يعني المسابقة وقبليها تسلق الجبال كل ده انت متقدرش مثلا تعمل مش عارف أكاديمية مثلا خلينا نقول عليها وتكون الحكومة بترعى الأكاديمية دي ان يكون في عندنا طريقة ان احنا كمان ندخل علوم الفضاء، ما احنا من حقنا ان احنا كمان ندرس ده، ما هو ده اللي احنا شغالين عليه في الوقت الحالي. احنا دلوقتي بينا مجموعة اللي هم الأربعة اللي انا اتكلمت عليهم زائد ان في ناس تانية مهتمة بالمجال ده، في طلبة في عين شمس كان بقالهم سنين طويلة لما هم تخرجوا دلوقتي كانوا بيدخلوا بمسابقات عالمية تبني مارز روفر اللي هي المركبة اللي هي بتمشي على مارز وبتعمل اللي هي زي العربية وبتعمل ابحاث وكلام من ده اللي هي بتسافر لوحدها وبتعمل بتسافر طبعا على يعني على مكوك وكلام من ده وبتنزل يعني بقى لها سنين طويله دول بيدخلوا المسابقه دي وفي مره فازوا بالمركز رقم 4 وفي ناس تانية بتشتغل في المجال ده سواء في مصر او في المجال بس الناس مش الضوء مش مسلط عليهم ومفيش اهتمام. فاحنا بنحاول نعمله زي ما انت بتقول ان احنا بنحاول نركز دلوقتي على الشق العلمي والشق اللي هو ان احنا بنحاول ان احنا ننشر الفكره دي او المجال ده في اكبر كميه من المدارس والجامعات اللي موجوده في مصر بالذات في المحافظات وبالذات في اللي يمكن اللي ممكن ما يكونش وصل لها كمان وصل لها الكلام ده. فهو قصدك ان انا لازم ان انا اشوف الناس اللي عندها شغف بحته الفضاء لان دي بتهيألي ما ينفعش غير لازم يكون هو حد حابب ده لان هي طبيعي جدا دراسه شاقه جدا في غريزه الانسان ان يكون في ناس عندها شغف بالاسئله اللي هي احنا اصلا جينا من فين كبشر ورايحين فين يعني فكره ان احنا نكون مجتمع او نكون ثقافه او حضاره مش مهتمه بده واللي بنسمعه دايما كتير اللي هو يا جماعه احنا فاضيين ليه ولا احنا خلينا نشوف اللي على الارض الاول قبل ما نشوف الفضاء، ده كلام غلط. احنا ممكن نشتغل في الحاجات دي كلها يعني مع بعض لان مجال الفضاء دلوقتي بقى مهم جدا ودول كتيره جدا قطعت شوط كبير جدا اكتر من 60 دوله وحتى مش لازم نبص على بعيد لو بصينا على الامارات او كده يعني اسست وكاله فضاء من فتره قصيره وعندها خطه انها تروح المريخ في كمان 10 ل 15 سنه. الموضوع مش مجرد استكشاف وسفر، هو في شق علمي مهم جدا وفي شق في مجال الجيش ومجال التسليح يعني عندنا قوه مثلا امريكا كقوه عظمى لان هي عندها اقمار صناعيه اعلى من الانترناشونال سبيس ستيشن اللي هي يعني على ارتفاع مثلا بنقول مثلا 22,000 فده من الناحيه ليها علاقه بقى بالحاجات الاستخباراتيه بتتكلم على جي بي اس وبتتكلم على بتتكلم على تكنولوجي ساتلايتس وكلام من ده. دي يعني لو الساتلايتس مثلا بتاعت اللي هي الاقمار الصناعيه بتاعت العالم ليتس سي ان هي مثلا اتضربت ليتس سي في يوم كل حاجه على الارض هتقف
التليفونات هتقف، المكنه اللي انت بتشتغل بتستخدم بيها الكارت بتاعك عشان تسحب فلوس هتقف، اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي الانترنت يعني ممكن. كل شيء، فكل حاجه مرتبطه بده. فاحنا لازم يكون عندنا يعني يعني يكون عندنا بنلعب دور في المجال ده. انا حاسس ان احنا كمصريين بالنسبه لنا الفضاء هو عباره ان احنا بس بنشوف الكائنات الفضائيه والالينز يعني بقى شكلهم عامل ازاي، والمركبه الفضائيه ظهرت مش عارف فين، والقوه اللي هناخدها من الفضاء. احنا واخدين الموضوع بكوميديا يعني، احنا دايما واخدينه، وخصوصا من الافلام الامريكاني مثلا، مش كلها بس معظمها بيدينا الانطباع ده ان احنا هنطلع الفضاء بقى ده قلق في الفضاء، ويجي لنا الفضائيين مش عارف هيبقى شكلهم عامل ازاي. فاحنا شاغل بالنا الكائنات اللي عايشه عامله ازاي. ما فيش بقى من خلال دراستك وقرايتك والشغف بتاعك من وانت صغير، ما عندكش اي توقع هو شكل الحياه بره عامل ازاي؟ هو طبعا الفضاء. يعني هو ده سؤال فلسفي اكتر ما هو اي حاجه، ان هو هل في حياه على كواكب ثانيه ولا لا. انا في رايي انه لازم يكون في، يعني نتكلم بنسميه الكون المرئي اللي احنا شفناه بواسطه التكنولوجيا بتاعتنا، وغالبا بالتلسكوب اللي هو هابل، بيورينا ان حجم الكون ده يعني فوق ما تتخيل. واحنا يعني احنا حاجه صغيره صغيره جدا ولا حتى نقطه على في الكون ده، واثبتنا علميا ان الكون ده بيتسع كل شويه. الحاجات اللي هي بعد النقطه اللي احنا شفناها ما شفناهاش ليه؟ لان احنا وجودنا على كوكب الارض، احنا بنتكلم على فضاء، ان الحاجات البعيده جدا لازم بتاخد وقت طويل جدا عشان الضوء من الحاجات البعيده قوي دي انها توصل للارض. فالكوكب الارض نفسه ما بقالوش سنين كفايه ان الضوء من الحاجات البعيده جدا توصل لنا عشان نشوفها اصلا. ولما توصل لنا هنكون بنشوف حاجه حصلت من مئات او الاف او حتى ملايين السنين. دخلنا في فيلم انترستيلر ما هو بس هو ده الواقع. فالانسان يقعد هنا على الارض ويقول والله اكيد احنا الوحيد اللي موجودين في الكون ده كله ليه؟ علشان كده لازم تكون الناحيه العلميه شغاله طول الوقت، ولازم يكون انا عارف ايه اللي بيحصل، والابحاث بتاعتي شغاله طول الوقت. اللي ممكن ما نلحقش، يعني ربنا يدينا الصحه والعمر، وربنا يديك الصحه والعمر، ممكن انت ما تلحقش تكملها، بس ممكن اولادنا واحفادنا يكملوا الابحاث دي، وهنفضل نكمل وهنفضل وراها. الوقت ضيق جدا، بس انا سريعا كده عايز اعرف الخطه المستقبليه مستقبليه بقى، يعني انت ان شاء الله اللي جاي ايه سريعا كده؟ طيب الخطه الجديده ان انا اتقابلت في برنامج جديد للفضاء ده، برنامج مدته سنتين، هيكون برنامج علمي تدريبي تاهيلي، ان انا اكون مش مجرد رائد فضاء لا سافر الفضاء ورجع، انما هيكون بيسموه يعني عالم سلاش رائد فضاء. يعني عالم بعلوم الفضاء من المجتمع المدني. في مصطلح دلوقتي في اسمه سيتيزن ساينتست استرونوت، يعني يكون في واحد عالم رائد فضاء لكن من المجتمع المدني، لان يعني هو دلوقتي عارفه ان مجال الفضاء مش مهم بس ان يكون في علماء ومهندسين وكلام من ده، لازم يكون في ناس من كل مجالات العالم، عشان المشاكل هتتحط قدامنا نحاول نحلها هتحتاج ناس بتفكر بطرق مختلفه جدا ومن جنسيات مختلفة. فالبرنامج الجديد ده مثلا اختاروا 25 واحد، معظم الناس اللي بتدخل البرامج دي بتكون ناس عندها يعني سي في في العلوم شديد جدا. فانا ما عنديش الخلفيه دي، فبيكون صعب لي ان انا ادخل، بس يعني الحمد لله قدرت ان انا اتقبل في البرنامج ده. والخطوه الجايه طبعا ان مستني طبعا لحظه الاقلاع، يعني بتاعت لحظه الاقلاع بتاعت المسابقه اللي هي مسابقه بتاعت 2013 ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا، وان شاء الله ربنا يوفقك، وان شاء الله ان شاء الله كده يكون عندنا كمان نتائج للابحاث العلميه من غير رحلتك الجميله دي، ان شاء الله تطلعها وتيجي بالسلامه. بس مهم جدا ان احنا يكون عندنا الناحيه البحثيه تشتغل بشكل كويس، وكمان لما تيجي لنا هنا بقى انت والمجموعه اللي قلت عليها، يكون عندنا اكاديميه بالتعاون مع الحكومه، ان احنا يكون عندنا الحته البحثيه دي في اهتمام بيها كبير جدا. عمر سمره الرحاله والمغامر والبطل المصري كان منورنا النهارده في نهار جديد. بنشكركم جدا، دايما موجودين معانا من الساعه 8 لحد الساعه 11. استنونا بكره ان شاء الله من الساعه 8. نشكركم جدا، السلام عليكم.